طيب في سؤال صراحة محيرني يعني كذا أبى أعرف له إجابة. تسلم. سعيد إيش الذكرى اللي هتبقى معاك بعد هذا البرنامج؟ إيش الذكرى اللي تبقى معي بعد البرنامج؟ إيه ذكرى كذا أنا ما أنسى هذا الشيء أبداً. معرفتي بمهند. والله معرفتي والله بالشباب كله. الله يحفظك. صراحة هذه الحاجة الحلوة اللي أسفدتها صراحة من البرنامج واللي ما راح أنساها أبداً. نعم. المواقف كثيرة بس ترى أنا إنسان أنسى يعني أنا ما أتذكر والاستحضار عندي صفر فلذلك أحس أن معرفة الشباب هي الذكرى الأجمل واللي لا ما تنسى بيدي يبقى شيء واقعي لا لا الكلام هذا اللي واقعي كرر والله في حالة أكلنا هنا كان حلو صفر والله كان عليك أنا أتفضل حل الله يطول عمرك حل شكرا لك يا طويل.